السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مع خالتي زبيده. اليوم غندير لكم واحد التحليه، باش غنديرها لكم بالدلع. بعض المرات كنشريو الدلعه كنلقاوها ما حلواش، علاش غنضيعوها ونلوحوها؟ فاليوم غنديرو التحليه. الدلع ديالي بحال هكايا يكونوا طرف شويه وافين، وغادي نقيها كلها من الزريعه ديال الكحله ديالي، فهمتي؟ باش ما تبقاش فيها الزريعه. وعن من بعد غادي نديرها في الكونجيلاتور، فهمتي؟ في المجمد، ها ديرها في المجمد حتى تجمد تماما، عاد نستعملها. قيته كامل ودرته في هذا البلاستيك ديال الكونجيلاتور، حيت داك الزريعه ملي كطحنها ما كتجيش خصك والو، بدا الصفر. دابا هنايا ما كتحتاجش، فهكا وغادي نسدو وغنديرو في المجمد حتى يجمد تماما وعاد نستعمل. الدلع مكتر، وطبعا درتو الكونجيلاتور. انا جبتو من الكونجيلاتور يكون بارد بزاف بحال هكا بحال الحجر. حيتها ما كنهضروش انتي. دابا هذا وغادي نقطع طريفات ديال الدلع بحال هكا. عندها غير شويه علاش قديتو، ولكن المهم انا عندي هكا هاد الطريفات هكايا غادي نقبط وغادي نطحن. ولكن باش غنطحن هاد هاد الدلاح ديالي غادي نوريكم لاستيس، كيجي رائع جدا، كيجي بحال لاكلاص وهو ماشي لاكلاص. غندير البيض، البيض هي البيض ماشي الصفر، البيض البيض. دير غير البيض البيض، عندي جوج البيض ديال البيض درت، وطبعا البيض ما يكونش في الثلاجه. هانا غنزيد معاه واحد الفرماج هكايا ولا جبن هكا مربعه، ماشي مثلثه، ها هي هادي، ونطحنها معاه حتى هو. جدات انا قلت لكم كيجي بحال انكلاس، رائع 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 جدا، وغيعجب وليداتكم. شو 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 شو. انا كنصاوب البقره كتغوت. ريغاردي موا سا، شوفوا هادشي كيف. فوالا تحليه ديال الدلاح ولا انكلاس ولا اللي بغيتو. وبصحة والراحة مع خالتي زبيدة. نقي البطاطا، عندي البطاطا هنايا باش غندير لا بيغي. ها هي البطاطا غادي نقيها ونديرها باش تسلق. تقريبا هنا عندي شي خمسة ديال البطاطات، نقطعها هكا طرف ونديرها في الماء تسلق باش نطحنها. هي هانتوما بحال هكا، قطعتها هكا الطرف هادو هكايا، وغنديرها باش تسلق ليا في الماء عاد باش نطحنها. كندير فيها انايا نتوما على حسب، انا هي هذا مجرد اختياري، درت فيها واحد الوريقات ديال الحبق باش نسمها، وانتوما على حسب وليداتكم واش يبغيو الحبق ولا ما يبغيوهاش، وطبعا شويه ديال الملحه. هي درتها كطيب البطاطا ديالي تقريبا واحد 10 دقائق الا كانت البطاطا طيبه، سواء حمراء سواء الاخرى ما كاين حتى مشكل. ها هي دابا كطيب واحد 10 دقائق، ومن بعد عاد نقول لكم شنو غندير. دابا غادي نطحنوا البطاطا ديالي، طابت وخاصها تطحن وهي سخونه، الا ما كانت سخونه ما كتجيش. غندير كاس الحليب كبير ولا هيا غنبدا به هو الاول. غندير ثلاثة ديال الفروماجات ولا ديال الجبن هكا المثلث ولا المربع اللي عندكم. هذا باش كيجي زوين، كيجي لذيذ بهاد الفروماج. عندكم سميتو القشر الطرية ولا الكريم فخيش كيجي حسن وحسن، ولكن حنا ما عندناش هنايا. غندير غير اللي موجود هي هادي، وغندير البطاطا ديالي طبعا تفتح ليا. كنصفيها من الماء، كناخد غير البطاطا
غنديرها كامله باش تفوت ليا مع الفرماج باش تجي كلها اوموج. اي فوالا نحاول نطحنها الملحه راح نسنى بقى تقريبا ديال الملحه باش نجي مسلوته وغنزيد بيضه كامله بيضه كامله. اوبا هذه بيضه على ولدات الدجاجه والله الا على ولدات عرفتي باقا طريه وكنطحنوها دغيا دغيا قبل ما طيب لينا قبل ما يطيب لينا البيض باش كتجي معلكه مع داك البيضه هادي بغيت يا خالتي زبيده فوالا دابا غنطحنها ها هي لا بيغي ديالي كي جات معلكه البيغي ديالي جات معلكه وبالصحه والراحه لا بيغي